تريد أن تقضي بالحق، أن تقول الحق، سترضي قوماً وتسخط آخرين. هذه هي الدنيا، والناس لا يرضون بالعدل ولا يرضون بالحق. الناس يحبون العدل إذا كان لهم، يحبون الحق إذا كان لهم، أما إذا كان عليهم فهم يسخطونه. نسأل الله أن نكون من القوامين بالقسط، شهداء لله. هذا هو، الناس دائماً يقترحون عليك، قل هذا واسكت عن هذا، وقل هكذا ولا تقل هكذا حتى يرضوا عنك. ولكن رضاء الناس غاية لا تدرك، يرضى عنك هؤلاء ويسبك هؤلاء، فخلي وكدك وهمك أن يرضى عنك الله لا إله إلا هو. ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هذا المهم.